فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله عز وجل جعل للصدق فضلا عظيما ومنزلة رفيعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وكذلك جزاء للصادقين مغفرة وأجر عظيم. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن حث النفس على الصدق أمر يستحق العناء. حاول أن تكون صادقا لتكتب عند الله من الصادقين، ولتحصل على فضل وثمار الصدق العظيمة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. دراسة أثبتت أن صحة الإنسان الصادق البدنية والعقلية أفضل من صحة الكاذب. تناولت الدراسة عينة من 110 أشخاص خضعوا لاختبار كشف الكذب ولفحوص طبية ونفسية، حيث استنتجت أن الذين استمروا بالكذب تراجعت صحتهم بشكل واضح مقارنة بالأشخاص الذين صدقوا في تلك الدراسة. وكان ديننا الحنيف قد حثنا على الصدق قبل هذه الدراسة بأكثر من 1400 عام.